برهان سي خالد بيجاز باش نعطي السي خليفه المسألة. اللي يختار طريق الفكر السياسي واللي يختار يعبر على نفسه بطريقه حضاريه واللي يختار ينتج في الفكر السياسي الوطني ما يمكنش يكون ضد حد، ما يمكن الا يكون معاه كل ما هو ايجابي وكل ما هو ابتعاد على المماحكات والصراعات والمؤامرات والانشقاقات. هذا ما هوش موضوعنا. اللي يحب ينغمس أما يطرح خالد إيه يطرح معليش يطرح ونحن هذه مناسبة باش نوضحه. وأنا كل مرة نحب النز باش نطرح على شيء في الوضوح وهذه بالضبط تحبوا أنتم على هنقول لكم الناس أخرى تحدث على لمة دستورية إسلامية لتهميش اليسار سواء اليسار الموجود على المستوى الوطني في البلاد او اليسار داخلي دي تونس يقولوا اليسار وانت اكيد تعطي وجهك للكلام اليسار ضروره وطنيه وبلاد ما فيهاش يسار تكون بلاد عرجاء والحياه السياسيه فيها عرجاء واليسار ضروري لحمايه البعد الاجتماعي للدوله الوطنيه والهويه العربيه الاسلاميه ما تتناقضش مع البعد الاجتماعي اجابتك انت واضحه هذا هو